دمان ديجانا ذا إذا ماذا صفقة هور الدفاع كوجرة مدة شن تمارمود شن يتم كمارمود إسوس عود راشي كيعون عيان عشاء يقرا قراء عشو قدو أو أن سكولا قاسنا إني يهين أفرتن لور أو بريسا يوشان لور أو ديرة يشان لور أو سكورا يشان عا لح عاق أوس اللي عدية يزيد عاق أو معسرة هلوسون الجماعة بحنيس سيدوك لو تود لو أن فوق جيلو عيدك إذا كان وحب هنا يرسون الجماعة قدومي هيا نكور جينا يا أو أه قدومي ها دقم دقان كبير عدا إسلام مركز القدومي ها مع وسلي إذا هم حسنت هاي قدومي ها دقان كبير تقوى هذا ما حسنت شو خصمه يعني وكا قدومي جيلي لو أن فوق جيلا أهل السنة والجماعة هو صوت يغضي يعني مع وسلي إذا دقان ك يعني أفرت يعني دقان السكوير هذا أفرت تولاديه جري إن جيل إنسان يعيش وصو كيشان على السنة والجماعة واقع قدوني شيء توم مع المشاشين كور أو نوا كا قدوني إن آدي آدم نقوم عشان تهين واني ما دينا أنا كان إن شاء الله ديرا أو شو سوى أنا قالوا قبض إن شاء الله ديرا محله علماء كلنا إن شيء قد يشتو أي فرما نقول مادين عيد كحوق دلك الصمار دي سكر بيستعان شيء آدي آدم شيء قوم هذا علينا شيء غنا إن waxaan halkan u joognaa inaan khawaarijta aan kula dagaalanno markasta shiiqana saacad kasta iyo waqti kasta garab keenayo yahay waxaan leenahay shiiqana shiiq Soomaa aad ayuu maalsan yahay culimada Soomaaliyeed waxa laga rabaa inay furmaha yimaadeen in sidii shiiq Soomaa kalintood ay ciidanka xugga dalka Soomaaliyeed ay soo garab istaagaan culimada ahlus sunna wal jamaa deeqitaanka ay noogu deeqeen macawisleyda deegaankan ay ugu deeqday geela labada geela labada neef ee geela ah iyo sidoo kale raashinka hordhaca 15 ka maalmood ah inta kadib waxaan rajaynaynaa in dawladdu ay naga soo gaarsiin doonto wixii agab iyo cuntaba insha Allah ta'ala